السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة نصلي ونصلي ونبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عشان نبدأ الكلام من مكتب بارت مان بيتكلم عن نفسه. بص أنا هعمله إيه، بص هوريكم موديل، الله أكبر ما شاء الله، موديل الجنس البطانة الفرو. إحنا النهاردة كل يوم بنجيب لكم حتة من التورتاية وحتة من الحلويات، الله مبارك. بص الحتة ما شاء الله، بص البطانة الفرو الموديل الجنس الحق عشان بص كميته محدودة. عندك اللون ده اللي نزل النهارده، قلت اعمل لكم فيديو برضو ايه عشان ما نضيعش وقت، الله المستعان. دب روسي جوه، بص الدب الروسي، بص اللهم صل على النبي، حاجه كده حلويات فينش عالمي زي ما انتم شايفين. جاكيت جينز بطانه فرو، اللهم بارك. احنا مش هنقول بقى 650، والله اقول لك حاجه، الجاكيت ده اصلا مش ب 650، الجاكيت ده بيطلع بتحت مش اقل من 1200 1300، الجاكيت اللي انت شايفه ده. احنا هنقول هنا بكام بقى؟ هنقول برضه عشان احنا الله المستعان عشان عارفين اسعارنا، هنقول 450 جنيه في مكتب بارتيمان شارع 20 خلف حديقة بدر جسر سويس وبيت زبرقة. الحق عشان الكميه محدوده، عندك جميع المقاسات من اللارج الاكس دبل اكس لغايه 3 اكس. ما شاء الله، بص الفينش عامل ازاي؟ بص الحته، بص البطانه، بص اللهم بارك، نظافة ما بعدها نظافة، تلبيسه الله المستعان ما شاء الله، حتة اللهم بارك دفاية، دب روسي جوه، بص بص خش كده جوه، بص خش جوه الحتة، بص الحتة معمولة ازاي الله أكبر ما شاء الله. بص الجينز، بص لون الجينز عامل ازاي، اللون ده اللي نزل النهاردة تمام كده الله المستعان. عامل كام ده؟ عامل 450 في مكتب بارتي مان شارع 20 خط حديقة بلدة جسر السويس، تمام كده؟ الموديل زي ما انتم شايفين اللهم بارك، تمام كده؟ عشان نخش على الموديل التاني اللي جه النهارده عشان برضه ايه؟ يبقى عملنا الفيديو كامل. بص كده، خش عليا، اطلع كده بس، ارجع ورا كده عشان بس تطلعوا الموديل. زي ما انتم شايفين الموديل الله اكبر ما شاء الله، الصاروخ الفرو الصاروخ. بص ما شاء الله، احنا النهارده عامل لكم فيديو عن الدب الروسي. بص ما شاء الله حاجه كده اللهم بارك، ولا توبر ولا تنسي ولا الكلام ده، الناس اللي خدت مني الموديل ده عارفين حته اللهم صل على النبي دفايه فروه. بص وش وظهر تمام كده، عامل كام ده؟ عامل 250 جنيه في مكتب بارتي مان شارع 20 خط حديقه بدر جسر السويس. الخامه دي تختلف عن اي خامه الله المستعان، يعني الحته ده الله المستعان حته اصلا تقيله قوي ما شاء الله. انتوا عارفين اصلا فروه خامات ان شاء الله بامر الله، الحته دي اصلا نازله ايه؟ نازله بخامات جديده تمام كده، حته اللهم صل على النبي. زي ما انتم شايفين التلبيس عامل ازاي، عامل كام ده؟ عامل 250 جنيه في مكتب بارتي مان شارع 20 خلف حديقه بدر جسر السويس. اطلع على وش كده، عنواننا شارع 20 خلف حديقه بدر جسر السويس وبيتزا البركه، رقم تليفوني 010-9-6-1-6-1-102. عندك جميع المقاسات موجوده. الحته دي اللهم صل على النبي، الحته دي في اللبس صاروخ. خش برده على الجينز وريهم اخر حاجه برده، الجينز ده عامل كام؟ عامل 450 جنيه في مكتب بارتي مان، والله اسعار ببلاش. الجاكيت ده عشان يطلع ب 450 جنيه والله ببلاش. الجاكيت ده ما شاء الله، خلي بالك الصوره ظلماء الحته دي الله اكبر. وده عامل كام؟ عامل 250 جنيه في مكتب بارتي مان شارع 20 خط حديقه بدر جسر السويس، رقم تليفوني 010-9-6-1-6-1-102. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.